será bueno, no puedo decir, meter la madre. Sí, la madre mía, no puedo meter. Vaya Dios, salió un estero de curar. Vaya, el sol de tía, un día. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hada sadesan. يقول عندي عقار قيد الإنشاء بهدف التجارة والاستثمار واحتاج إلى سنتين إلى إتمامه والانتهاء منه وبيعه، فهل عليه زكاة وكيف يتم احتسابها إن وجد؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. أنا إن شاء الله إذا تم العقار وباعه عند البيع يخرج الزكاة عند البيع، يخرج 2.5% عند بيع العقار إن شاء الله. وهذا سائل يسأل يقول عنده 5 أسئلة تقريبا، يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الشفع والوتر بعد صلاة التراويح؟ وهل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو المفروض بعد التراويح وصلى الوتر خلاص ما يرجع يصلي ثاني وتر ثاني، لا وتران في ليل. فإذا صلى صلاة التراويح التي هي مع الإمام وأوتر خلاص ما في وتر مرة ثانية، لكن إذا حب أن يصلي لا بأس، حب أن يصلي ثاني ركعتين 4 6 8 10 يصلي بس بدون ما يوتر، بدون وتر ثاني. وعنده سؤال آخر يقول هل صحيح صلاة الشفع والوتر 7 ركعات والوتر واحدة، أي 7 ركعات شفع والوتر واحدة أي المجموع 8؟ هل هذا صحيح أن مجموع 8 ركعات؟ لا، هو صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فهذه السنة، صلي 2 سلم 2 سلم 2 سلم 2 سلم، وبعدين آخر شيء 1 وسلم، هذه هو صلاة الليل. أما 7 يصير تصلي 3 تسليمات 2 2 2 وبعدين أوتر بواحد بس، هذه السنة في صلاة الليل. وعنده أيضا سؤال آخر يقول هل إذا تأخرت عن صلاة التراويح ب3 أو 4 ركعات أن أدخل مع الجماعة وأكمل ولا أسلم مع الإمام؟ نرجو الإفادة بارك الله. لا، إذا دخل متأخر 2 أو 4 يصلي معهم بقية الصلوات، وإذا أحب أن يعني أن يصلي ثاني بروحه ما يصلي معهم الوتر، يعتذر عن صلاة الوتر وبعدين يصلي الصلاة التي يريد هو بنفسه وبمفرده ثم يصلي الوتر إن شاء الله. وأيضا عنده سؤال يقول هل تجوز صلاة التراويح في المنزل؟ هي صلاة الليل في المنزل لا، يعني يصلي يعني في منزله بمفرده أو مع أهله مع زوجته مع أولاده فلا بأس أن يصلي هذا، وهي أفضل كذلك يعني، فيجوز لمن له نشاط وله قوة وإنه يستطيع يعني أن يصلي الصلاة في منزله يصلي في المنزل وفيها أجر إن شاء الله عام. وعنده سؤال أخير يقول دخلت الجامع متأخرا لأصلي صلاة العشاء فوجدت شخص يصلي ودخلت معه في الصلاة ولكنه استمر في الصلاة دون التوقف للتشهد، فأدركت أنه يصلي صلاة القيام، فماذا أفعل؟ وهل تجوز الصلاة مع من يصلي صلاة القيام أو التراويح؟ نرجو الإفادة بارك الله. هو المفروض كان يعرف الشخص هذا ايش بيصلي عشان يدخل بنية، ولكن كان عليه إذا صلى وراء هذا إنه إذا انتهى من صلاته الأربعة يجلس هو وبعد ذلك يسلم الآخر ويسلم، وهذا يعني يكتفي بخلاص الفرض اللي هو صلى فيه خلاص يصلي معاه فرضه. وهذا سائل يسأل يقول اليوم وأثناء صلاة الفجر وفي السجود خرج بعض الطعام إلى فمي وأنا ساجد فلا أستطيع أن أمسكه وأنا في الصلاة، فاضطررت لبلعه، فهل أكون قد أفطرت اليوم؟ وهل علي إعادة هذا اليوم أم ماذا أفعل؟ وهل صيامي صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. هو المفروض يخرجه، كان عنده ورقة
لا يكسى شيء يخرجه من فمه ولا يلوكه ولا ياكله يعني. فكان خرج منديله او خرج شيء واخرج هذا الطعام. ولذلك من الافضل ان الانسان عندما ياتي الصلاه وكان اكل شيء او شيء يتمضمض. المضمضه بعد الطعام وقبل الدخول في الصلاه افضل، عشان كان فيه بقايا من الطعام في الفم تخرج. اما بالنسبه لهذا اذا حصل نسي وحصل شيء من الطعام في فمه فالافضل ان شاء الله انه يخرجه بمنديل او شيء. وهذا السائل يسال يقول ما معنى العبارات التاليه التي جاءت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهل الكبائر تغفر بهذا الفعل ايضا؟ نرجو الافاده بارك الله فيك. كل هذه مكفرات لكل الذنوب، له صيام رمضان وقيامه وصيام ليله القدر وقيام ليله القدر. وكل هذا مشروط للتوبه. لمن كان يفعل الكبائر يكون تائب منها. اما اذا كان غير تائب من الكبائر فلا تكفر. فاذا كان مثلا ممن يشرب الخمر او ممن يزني او ممن يفعل شيء من الكبائر ولكنه غير تائب من هذه الكبائر فان هذا لا يكفر ذنبه. ما يكفر لا الحج ولا الصوم ولا القيام ولا كل هذا غفر له ما تقدم من ذنبه للتائب من الذنوب. واحد يكون تائب من الذنوب اما غير التائب. وهذا سائل يسأل يقول عندي أقارب كثير مثل أخوات أرامل وأخوال كبار في السن ولا يعملون، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي علما بأن لهم أبناء يشتغلون ولكن أبنائهم متزوجون وعندهم عائلات وما يعطوهم إلا وما يعطوهم إياه قليل؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا بأس أن نعطي أخواته وخالاته وعماته من الزكاة لا بأس على بيت ما دام أنهم لا يرثون منه لو مات فإنه يجوز أن يعطيهم من الزكاة، يعطيهم حاجة إذا كان تنقص عنهم الحاجة فيعطيهم. هذا السائل يسأل يقول عندما أصحو للسحور يكون باقي أكثر من ساعة لأذان الفجر، هل يجوز لي أن أصلي 8 ركعات قيام الليل دون أن أبكر لأنني صليت التراويح مع إمام المسجد وأبطأت معه؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. يصلي كما ذكرنا، إن إذا صليت في أول الليل وأبطرت مع الإمام ما يمنع هذا إنك أنت تقوم بعد ذلك وتصلي، صلي ما شئت. فإذا كان هو صلى صلاة التراويح أو صلى مع الإمام ثم جاء بعد ذلك تسحر وبعد ذلك عنده فرصة إلى الفجر وأراد أن يصلي يصلي لكن لا يوتر، بس ما يوتر، لكن يصلي ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات يصلي. وهذا سائل يسأل يقول هل العذاب في القبر يتوقف عن عصاة المسلمين خلال شهر رمضان؟ وهل يتوقف أيضا عن الكفار؟ لأنني سمعت أحد الدعاة يقول أن العذاب في القبر يتوقف عن الكفار وحتى عن فرعون، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. ما أعرف شيء في هذا، يعني لا أعرف شيئا في هذا أن العذاب يتوقف. الذين يعذبون هم في عذابهم عياذا بالله. لكن إن كان الذي قال هذا استفاد من حديث إذا دخل رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، يمكن بعض الناس تأخذ من هذا أنه غلقت أبواب النيران يعني خلاص لا يعذب أهلها. لكن تغليق أبواب النيران ليس يعني دليل نص صريح على أن أهلها الذين هم فيها لا يعذبون، بل الذين هم فيها كقوم فرعون فإنهم يعذبون. النار قوم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وتدخلها لك العون أشد العذاب. فلا نستطيع أن نقول أنه يتوقف عنهم
أو عن الذين يعذبون في قبورهم العذاب في رمضان، والله تعالى أعلم. في قضية ذكرتها، كنت أفتيت قبل أسبوعين أحد الأخوة كان يسأل سؤال إن في واحدة توفيت وتركت بنتين أختين لأم وأختين لأب وأختين شقيقتين. أفتيت في خطأ، والصحيح أن الأختين اللي هم لأم لهم الثلث، والأختين اللي هم الشقيقتان لهم الثلثان، فيصير ثلث وثلثان ثلثان، يصير هذه التركة كلها. وأما العم الذي ذكر أنه عم كذلك فليس له شيء، فهذا صحيح، وأستغفر الله من الخطأ فيما قلته في الجواب على هذه المسألة. فالمسألة الصحيحة أن الأختين لأم لهم من أم لهم الثلث، والأختين الشقيقتين لهم الثلثين، لا فرق، هذول بالفرد وهذول بالفرد، فيصير الآن التركة تكمل وليس للعم شيء. وهذا جزاك الله خير. وهذا سائل يسأل يقول يرجى شرح الحديث التالي عن ابي فراس ربيع بن كعب الاسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه رضي الله عنه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: اسالك مرافقتك في الجنه. فقال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. الحديث عظيم، ومعنى الحديث هذا من الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو فراس هذا ربيع بن كعب الأسلم، وكنا كنت أبيت مع الرسول طبعا في سفري، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ويوضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له: سني شيء طلب يعني. فكان من فطنته وذكائه وتوفيقه انه قال: يا رسول الله دعني افكر، اديني فرصه افكر ايش اللي اسالك فيه. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مده وقال له: اسالك مرافقتك في الجنه. طلب اعظم طلب ممكن يطلبه مسلم. فقال له النبي: او غير ذلك؟ يعني اطلب طلب غير هذا؟ فقال له: لا غير ذلك، هذا طلب. فقال له النبي: اذا فاعني على نفسك بكثره السجود، يعني اكثر من الصلاه، اكثر من الصلاه، ليكون هذا له يعني شفاعة وأجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى مع شفاعة النبي له ودعائه له، فيكون رفيق النبي في الجنة، شيء عظيم. وهذا يدل على أن الصلاة أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: آمين يا نفسك بكثرة السجود. فلو كان هناك عمل آخر يعني أنفع له ول المقام الذي طلبه من ان يكون رفيقا للنبي في الجنه، لكن النبي دل عليه، فلما دله قال له: اعني على نفسك بكثره السجود. دل هذا على ان كثره السجود والصلاه افضل عنه، ان شاء الله. وهذا سائل يسال يقول: يرجى تفسير الايات التاليه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان،
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نرجو الإفراط معكم. بالنسبة لآية كفارة اليمين، قول الله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمان. الله اللي هو اليمين الذي لا يقصد صاحبها أن يعقدها كأيمان الطعام والشراب، لا والله بلا والله. فإذا حنك فيها ما فيها كفارة، ولكن يؤاخذكم الله غلب بما عقدتم الأيمان. الأيمان المعقودة التي تحلف لها تحلف عليها بيمينها. فإذا الإنسان حلف هذه اليمين ثم حلف فيها يقوم عليه إنه هو يكفر اليمين. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي، هذه كفارة. أو كسوته، كسوة 10 مساكين، أو تحرير الرقبة، يحرر الرقبة عم أو أمة لله. فمن لم يجد واحدا من الثلاثة فصيام 3 أيام، صوم 3 أيام، فالله ذلك كفارة عمله بذا حلف. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أما الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، خمر معروف وهي ما خمر لشرب، كل شراب يسكر، والميسر اللي هو الخمار، والأنصاب اللي هي الموضوعة للتمسح بها والتبرك بها، والأزلام، الأزلام اللي هي السهام، وكانوا يختصمون بها، يعني يجي يجيبوا 10 أسهم كل سهم له اسم، ويشترك 10 في بعير كل واحد له سهم، وبعدين يذبحوا البعير ويكون توزيعه بالأسهم. في 7 أسهم خسران، وفي 3 أسهم كسبان، واحد له نص، واحد له ربع، واحد له ربع. فدول اللي ياخذوا البعير والباقي ما لهم شيء. فأنت تستقسمه بالأزلام. فهذه الأزلام، وكذلك الأزلام كانوا يعملوها في البخت والحظ. ثلاث سهام عند الكاهن، ويروح الشخص يقول له شوف لي بخت، أنا عازم مثلا على الزواج أو عازم على تجارة. الـ3 أسهم، واحد سهم مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد غف ما عليه شيء. الأزلام يحطها حطت كيس أو شيء، بيجي يهزها ويطلع. إذا طلع افعل يقول له خلاص الآلة رضي عنك، روح افعل اللي أنت عزمت عليه، الزواج أو التجارة. وإذا طلع السهم لا تفعل، سيقول له لا تفعل. وإذا طلع الغفل اللي هو ما عليه شيء، يرجع يضربها مرة ثانية. فهذا حرام كذلك. الله أكبر، قال هذه كلها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثمار. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة لما نزلت هذه الآية انتهى الأمر.